وللحديث عن التطورات الأخيرة بسنجار ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا جاء في بيان الميثاق الوطني العراقي اليوم أن قضاء سنجار بات خارج سيطرة الحكومة منذ احتلاله من قبل ميليشيا PKK. إلى أي مدى يتطابق هذا التصريح مع ما تشهده سنجار فعلا في الواقع؟ يعني الصوت عندي مو واضح، لكن أفهم أنه موضوع سنجار وهيمنة حزب العمال الكردستاني PKK على القضاء. أنا أعتقد لحد الآن كثير من القنوات الفضائية لم تصف يعني حالة سنجار كوصف حقيقي. سنجار تعتبر محتلة، لأنه تنظيم PKK ليس تنظيما عراقيا، تنظيم ينتمي إلى حزب PKK الرئيسي في تركيا، وبالتالي هذا التنظيم يعتبر محتل لهذا القضاء. العجيب الغريب أن هذا المحتل يتقاضى راتب من الحكومة العراقية وتدعمه إيران. التعامل مع محتل أو التعاون معه، مجرد التعامل أو التعاون معه، هو يدخل في إطار الخيانة، في تهمة الخيانة. أنا أعجب كيف لحكومة عراقية ساكتة على هذا التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على قضاء ويمنع الدوائر أن تمارس دورها وتفتح دوائرها وتستقبل مواطنيها، هو الذي يقرر تفتح أم لا تفتح. الآخر أنه هذا التنظيم لديه عداء، يعني يواجه الجيش العراقي، وسابقا قد واجه ايضا قوات البشمركة، يعني حتى لا احد يقول انه الاقليم استخدموا او بغداد استخدمته، هذا يواجه القوتين الامنيه البشمركة والقوات الجيش العراقي. نعم. السكوت عن هذا يعد خيانه، هذه قضاء اصبح محتل، وعلى الجيش العراقي ان يحرر هذا القضاء من هذا التنظيم. ما اهداف ميليشيا PKK مما تقوم به في قضاء سنجار؟ هذا التنظيم هو أداة لا يحمل أهداف، لكن ما هي أهداف الجهة التي تموله والتي تسيره؟ هذا التنظيم إذا ما سيطر على قضاء سنجار، ونعلم أن قضاء سنجار هو قريب من الحدود السورية، وبنفس الوقت أيضا يربط الطريق البري مع تركيا، يستطيع أن يمنع التجارة البرية بين العراق وتركيا، يستطيع أن يثير مشاكل أمنية ويقوم بعمليات عسكرية داخل العمق التركي ثم يعود إلى مواقع آمنة، يستطيع أنه يقوم بعمليات نقل للميليشيات داخل سوريا، سواء PKK الفرع اللي موجود أو الحزب الديمقراطي اللي موجود في سوريا. بمعنى أنه هذا التنظيم هو أداة تستخدمه قوة دولية وليست فقط محلية. نعم إيران راضي عليه، لكن الأكبر من إيران أنه الولايات المتحدة تمثل هذا التنظيم. أصبح القضاء على هذا التنظيم أصبح ضرورة وطنية، ولا يمكن أن نلوم تركيا عندما تقوم باستهدافه أو تشن عمليات عسكرية. على العراق إذا يحترم سيادته أن يطهر أراضي سنجار وجميع الأراضي العراقية من هذا التنظيم كما طهر داعش منه. ما الذي يمنع الحكومة والقوات الأمنية من فرض السيطرة على سنجار؟ الحكومة تمنعها إيران بكل صراحة، يعني القرار الإيراني هو الهيمنة، مهم كامل على العراق، القرار السياسي والأمني، إضافة للحشد أنه يزج معه بعض الأشخاص العراقيين حتى يقال أنه هذه قوات عراقية أمنية. هذه أدوات إيران تستخدم في المنطقة برعاية دولية، هذا هو التعريف الصحيح. أستاذ حسين، منظمة إرهابية مدعومة من إيران برعاية دولية يجب مواجهتها. إلى أي مدى نسفت التطورات الأخيرة اليوم في سنجار اتفاقية سنجار التي لم يتم تطبيقها أصلا؟ يا سيدتي، هذا لا يحترم الاتفاقيات، وأعتقد وضع الحكومة في زاوية وأحرجها وفضح أمرها، أنه كيف هذا التنظيم الذي يستهدف الجيش العراقي يتقاضى راتب منكم، وبنفس الوقت فضح إيران ودورها المشبوه في هذه المنطقة. أعتقد رغم أنه للحكومة العراقية ولا التنظيم نفسه لديهم أهداف، بقدر ما هم أدوات مهيمنة عليهم إيران والتحالف الدولي بقيادة أمريكا، يستخدمونه كما يشاء لإثارة المشاكل مع دول الجوار ومع أيضا سوريا. إلى أين تتجه الأوضاع في سنجار بعد الانتهاكات التي ارتكبت مؤخرا والشروط التي فرضتها ميليشيا PKK؟ حقيقة لمزيد من التأزم، لترسيخ هذا الاحتلال، إضعاف الجيش العراقي، إحراج الحكومة العراقية،
تثبت هيمنة إيران على القرار السياسي العراقي، تعطي المبرر للدولة التركية للتدخل العسكري المباشر في الأراضي العراقية، هذه ستكون نتائجها مستقبلا. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.